رح ناخذ ملاحظة على الهامش. هلا النسخ اللي موجودة اغلبها عم ينزلوا بدون مواد اكساء، نسخة 2012 هاي اللي موجودة معكم عم تنزل بدون مواد، فبدنا نطبق لها المواد. هاي طبقوها بس مرة واحدة اول ما تنزل البرنامج. مكتبة المواد رح ننسخ لكم اياها هون، اسمها 3D Max Maps، ماشي. كنترول A كنترول C نسخناها هون. في عنا مسار بدنا نحفظه، رح نتعامل معه كتير بالماكس، اللي هو السي بروجرام فايلز اوتو ديسك ماكس 2012، مسار المجلد الماكس. يعني بندخل شيء بقلبه اسمه، ماشي. بنلاقي هون ما بكون حاطط كل المواد، رح اقول له كنترول في لصق. فهون هلا مكتبي بتكون صارت موجوده عندكم. الخطوه اللي بقياني انه نعرف ماكس على المسار هذا، فرح اقول له من كاستمايز كونفيجور يوزر باثز اكسترنال فايلز، ماشي. بقول له هون اد، يعني هون شو فكرته، بس انه عم ضيف المسارات مشان الماكس يتعرف عليهم. بالماكس 2012 مابس رح اقول له نختارهم، اقول له اد سب باثز، اوكي. اقول له يوز باث، ونلاحظ انه ضافهم كلهم هون. هلا هيك الماكس بيكون تعرف هالمواد اللي عنا. هلا النسخ يمكن في نسخ جديدة من 2013 2014 مكتباتنا، بس مش اللي اغلبها ما عم يجدد بديات مضغوطة وهيك، ف عم تيجي بدون مواد. هاي بس طبقوها مرة واحدة بتبقى عندك.